لو مركز كبير تقدر تعمله. اللي منورانا في الاستوديو النهارده هي الدكتوره عبير العراقي، مدير عام المراكز الاستكشافيه وسفيره الاتحاد العالمي للطفوله في اليونيسف. دكتوره عبير، الحقيقه انا يعني ما سبتكيش في الفاصل، قعدت اتكلم معاك عشان اخد منك اكبر قدر من المعلومات. اصل احنا مشغولين الحقيقه. يعني في الانترو رنا بتقول انه المراكز دي بقى لها 12 سنه. 12 سنه انا شخصيا ورانا اعتقد برضو اول مره نسمع عنها، واكيد الساده المشاهدين برضو اول مره يسمعوا عنها. فحضرتك من فضلك تقول لنا ايه هي المراكز الاستكشافيه دي، وازاي بقى لنا 12 سنه ما نعرفش عنها حاجه؟ اللي شفناها في التقرير مش معقول. انا عايزه اقول المراكز الاستكشافيه فعلا بقى لها 12 سنه موجوده كجزء من وحده من التربيه والتعليم. انا عموما دوري في المراكز الاستكشافيه كان في احد وحداتها في المنصوره في محافظه الدقهلية. اتعودت ان انا لما اكون في مكان فبحاول ادرسه، طبيعته ايه، اقدر افعله ازاي. استلمت وحده في المنصوره في الدقهلية بدون ميزانيه، ما كانش ليها اي ميزانيه، بدون امكانيات، عباره عن 10 طاولات و20 كرسي. لكن لما فهمت يعني ايه مراكز استكشافيه وظفتها بشكل صح بدون ميزانيه. قدرت ان انا اعمل نماذج صغيره ريسايكنج من بعض الاشياء عشان الولاد يعملوها على ايديهم، مرتبطه بالمناهج التعليميه. شاركنا في مسابقات كتير، يعني ضربت الولاد منهجية بحث علمي، ضربتهم برامج التعلم عن القائم على المشروعات، اشتركنا في فيوتشر سيتي مدينة المستقبل. يعني النواه كانت في المنصورة. كانت في المنصورة، تمام. الولاد هناك لقيت مدى التفاعل مع الولاد كان جميل جدا. لقيت ان احنا بنعالج او داخل المركز بنعالج حاجات كتير، يعني هروب الولد من المدرسه او البنت او انهم مش متفاعلين داخل المدرسه. الولاد بتيجي من الساعه 8 الصبح مش عايز تخرج الا الساعه 4:30. ببقى بخرج من المركز انا خارجه وهم مش عايزين يخرجوا، هم اللي جوه انا بره. الولاد على مستوى العالم جابوا مراكز في الولايات المتحده الامريكيه، في سويسرا، في جنيف، في بريطانيا، جابوا مراكز هم في مراحل صغيره. استمتعوا بالعمليه التعليميه. عندنا اولاد اخذت دورات في كليه الطب في مركز البحوث هم في ثالثه اعدادي عن الدي ان اي والسيم سيلز والعنايه بالرات دورات في كليه الطب. ده حقيقي انت سامعه يا رنا؟ دورات في كليه الطب وخدوا شهادات. بس انا عايزه